جاءت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات التابعة لها نقيسها عن طريق تحديد أكثر من 35 هدف استراتيجي لهذه القطاعات، وسيتم مراقبة إنجاز هذه الأهداف الاستراتيجية من خلال 55 مؤشر أداء رئيسية يتفرع منها طبعا مؤشرات فرعية تم تطويرها بالمقارنة مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. في قطاع الطاقة ستهدف مبادرات الوزارة إلى زيادة القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي. المملكة العربية السعودية ولله الحمد تتمتع بأكثر قطاع تنافسية عندما نتكلم عن استكشاف وإنتاج وتسويق البترول على مستوى العالم، لا يختلف في ذلك أي أحد. قطاع الغاز أيضا المملكة العربية السعودية متقدمة فيه بشكل كبير، ومساهمة الغاز في مزيج الطاقة المحلي من أعلى النسب على مستوى العالم، ونطمح إلى مضاعفتها، وهذا سيزيد من منافسة قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية. ولكن لما أتكلم عن منافسة الطاقة نتكلم أيضا عن إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة منافسة، أتكلم عن الغاز غير التقليدي وما يطلق عليه الغاز الصخري في أنحاء العالم. هناك برامج تدعمها حكومة المملكة العربية السعودية وتنفذها شركة أرامكو، ستجعل المملكة في مقدمة الدول المستغلة للغاز غير التقليدي.